أشكر المملكة المغربية بداية على استقبالها للأطفال المقدسيين واهتمامها للقدس الشريف وفلسطين بشكل عام وأبناء القدس وأبناء فلسطين، وجهودها مشكورة بسبب توجيهات من الملك محمد السادس شفاه الله ورعاه باستقبال رسمي مشرف مقدس لأبناء القدس وأبناء فلسطين. مشكورين على الجهود المبذولة الجمعية والمملكة المغربية وتوجهاتهم واستقبالاتهم وجهودهم الرامية والسامية لاستقبال ودعمهم الراعي والسامي لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني بشكل عام وأبناء وشعب القدس بشكل خاص. مشكورين وجزاهم الله كل خير، وإلى الأمام ومسيري متقدمة ومسيري مشكورة بجهودها الجبارة العظيمة في القدس، جزاهم الله كل خير. توج هذا المخيم استقبال الأميرة حسناء لهم في القصر في الرباط، في القصر الملكي في الرباط. تخيل طفل لما بيقابل أمير أو ملك، قديش هذا الحدث مش راح ينساه طول عمره وراح ضل مزروع في راسه. فبالإضافة إلى المهارات اللي بكتسبها بالمخيم وتقوية شخصيته أيضا، بحس بأهميته، بحس بوجوده لما يلتقي أمير مغرب شخصية عامة. نشكر وكالة بيت مال القدس، ونشكر أيضا جلالة الملك محمد السادس على هذه الاستضافة الكريمة إلى المملكة المغربية التي تأتي في خضم هذه المعركة التي تخوضها المدينة المقدسة، وخاصة الهجمة الشرسة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد المناهج الفلسطينية وضد الأطفال في مدينة القدس. هذا الاستقبال التي كان بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس. تعدنا بسعادة أبنائنا وبناتنا للاستقبال الحافل ولما حظوا به من كرم وحسن استقبال من الأميرة للا حسناء صاحبة السمو الملكي. نحن نشعر بفخر كبير وبامتنان كبير للكرم والعناية الفائقة التي يليها جلالة الملك محمد السادس لأبنائنا وبناتنا، ويليها للقدس الشريف، كما نشعر بالامتنان لوكالة بيت مال القدس. تيلي بلوس، تميز
ومصداقية.